لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحفوسنا أعظم في قلوبنا من أي أحد ومن كل أحد. الله أكبر، فنحبه سبحانه وتعالى ونعظمه ونجله. الله أكبر، فنعبده ونطيعه ولا نعصيه. الله أكبر، فنرجوه ونتوكل عليه ونحسن الظن به. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة النجاة. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله الحمد، هو الملك المالك لكل ما في هذا الكون ولكل ما في هذا الكون. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي من مات عليها دخل الجنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولله الحمد، أن مد الله عز وجل في أعمارنا حتى ندرك هذه الأيام العشر، أفضل أيام السنة على الإطلاق، بعد أن أكرمنا الله عز وجل وأنعم علينا بأن أدركنا رمضان، نعمة عظيمة ومنة جليلة من ربنا تبارك وتعالى، أن أمد في أعمارنا إلى أن نكون في هذه الأيام. ولله الحمد، ولله الحمد، أن وفقنا سبحانه لإدراك يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم النحر الذي هو أفضل أيام السنة، وقبله يوم عرفة الذي هو أكبر يوم يعتق الله عز وجل فيه عبادا من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك للحاج الذي وقف بعرفة أو الذي قضى المناسك، وإنما أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه أناسا من النار، من جميع أهل الأمصار ومن أهل الإسلام جميعا. فليس العتق خاصا بهؤلاء الحجيج، وإنما العتق لكل من تعرض لرحمات الله تبارك وتعالى، وسلك إلى ربه سبحانه وتعالى، واجتهد في هذه في هذا اليوم وفي أيام العشر. ثم بعدها نعمة أخرى، أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ثاني وثالث ورابع أيام العيد، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، أكل وشرب للتقوي على ذكر الله، أكل وشرب للتقوي على طاعة الله، أكل وشرب وشكر لنعمة الله تبارك وتعالى، أكل وشرب وذكر الله. فلله الحمد، فلله الحمد سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ولله الحمد سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا، ولله الحمد. ينظر الإنسان ويتأمل في قول الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولله الحمد على السراء والضراء،
على الشدة والبلاء والرخاء، ولله الحمد على كل أمر، ولله الحمد على كل حال. تأمل في قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا لا علينا، ما كتب الله لنا ليس علينا، ما كتبه الله عز وجل وما قدره سبحانه بحكمة ولحكمة، بحكمة ولحكمة. ما كتب الله لنا، ما قدره سبحانه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبه، كتب مقادير الخلائق، ولله الحمد فهي لنا، لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ففي كل الأحوال لله الحمد، وعلى أي أمر وعلى أي حال لله الحمد. هو مولانا، هو ناصرنا، هو معيننا، هو مدبر أمورنا ومدبر أمر الكون سبحانه وتعالى جل شأنه. يكرم من أطاعه ويمهل من عصاه. قال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيعلن الله عز وجل الحرب على من عادى أولياءه والمطيعين له تبارك وتعالى، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معان لا بد أن نتدبرها ونعيش معها مع التكبير والتهليل والتحميد، معان يستشعر بها العبد سعادة الدنيا، معان تبعث في نفوس، تبعث السعادة والراحة في النفوس الحزينة. يسعى كل إنسان إلى السعادة، وكثير يخطئ طريقها ويضل منهجها وسبيلها رغم وضوح الطريق وسهولته ويسر السير فيه. ومن فوقك ربك تبارك وتعالى يعينك ويوفقك إن سلكت طريقه. يبحث الناس عن السعادة، إذا أردت السعادة فاتصف بصفات السعداء، فاتصف بصفات السعداء. وهذه الصفات نستقيها من سعيدين: أسعد البشر وأفضل البشر على الإطلاق، الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. السعادة وصفاتها نستقيها من النبيين الكريمين الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. السعادة التي يسعى كل إنسان لها ويتمنى أن يحصل عليها، السعادة التي يتمناها كل قلب في هذه الأرض وفي هذه الحياة، السعادة التي يعيشها المؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السعادة التي قال عنها، التي أحد الذين عاشوها: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلم هؤلاء
لو يعلم البشر ما نحن فيه من السعادة لحاربونا ليأخذوها منا. وكما قال آخر إنه لتمر بأوقات، أقول لو أن أهل الجنة فيما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. أي سعادة عاش فيها هؤلاء! لو يتنعم أهل الجنة بما يتنعم هو به، بما يتنعم قلبه به، بما يجده من الراحة، لكفى أهل الجنة سعادة بالله، بالأنس بالله، بالقرب من الله، بطاعة الله تبارك وتعالى، بالاستقامة على أمره ونهجه، سعادة بالذل بين يديه تبارك وتعالى، سعادة بالاستقامة على أمره سبحانه. اسمع إلى صفة السعداء: إن إبراهيم كان أمه قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. اسمع إلى صفاتهم: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. اسمع إلى صفاتهم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أول هذه الصفات: إن إبراهيم كان أمة، كان رجلا بأمة يعيش هم الأمة، تشغله الأمة، لا يعيش لنفسه، وإنما يعيش لنهضة الأمة، إنما يعيش لإفاقة هذه الأمة من غفوتها. ليس همه أن يأكل وأن يشرب وأن يتمتع، وإنما همه نهضة أمة الإسلام وإفاقتها من غفوتها. يحزن أن تضعف أمة الإسلام، يحزن أن ينقص الدين وهو حي. رجل بأمة يزن في الدنيا أمة بأسرها، وزن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، فرجح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بأمة، بل كان بأمم صلى الله عليه وسلم. ووزن أبو بكر بالأمة، فرجح أبو بكر رضي الله عنه، رجل ثبت الله به دعائم الأمة ودعائم دولة الإسلام بعد أن اهتزت واضطربت الأمة في حروب الردة ومن مانع الزكاة. ثم وزن عمر بالأمة، فرجح عمر رضي الله عنه، رجل بأمة ثبت الله عز وجل به الأمة وأقام دولة الإسلام. رجل بأمة، إنسان واحد لكنه كان بأمة، يزن أمة في همته، في عقيدته، في فكره، في عزيمته، في طاعته، في عبوديته. رجل بأمة، كما قال الله عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. ووزن النبي فوزن الأمة، اجتمعت فيه من خصال الخير ما تجتمع في أمة بأسرها. صلاح الدين رجل بأمة، حرر الله عز وجل على يديه بيت المقدس. كثير من هذه الأمة رجل يزن أمة، فكن أنت الرجل الأمة الذي ينهض بالأمة، الرجل العابد المطيع الذي يحمل هم الأمة، أو ربي الرجل الأمة الذي يحيي الله عز وجل به الأمة، أو ادعو الناس إلى الله عز وجل عسى أن يهتدي على يديك وأن يلتزم على يديك رجل بأمة يحيي الله عز وجل به السنة. إن إبراهيم كان أمة، قانتا لله، مطيعا لله، منفذا لأوامر الله عز وجل. وهذه حقيقة العبودية لله وحقيقة الطاعة لله تبارك وتعالى: قانتا، خاشعا، عابدا، مطيعا، منفذا لأوامر الله عز وجل. ما يجد أمرا يحبه الله إلا ويسارع إليه، ولا أمرا يبغض الله إلا وينتهي عنه، ينتهي عنه مرة واحدة سريعا، لأن الله عز وجل يبغض هذا. قانتا لله، حنيفا، مبتعدا عن الباطل، مبتعدا عن المناهج الباطلة،
عن الأفكار الباطلة مبتعدا عن كل باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: وإن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل أمر من الباطل تحت الأقدام موضوع، كل أمر يخالف الإسلام تحت الأقدام موضوع، كل ما خالف شرع الله تبارك وتعالى تحت الأقدام موضوع، كل أمر من أمر الجاهلية، من أمر الباطل، من أمر الضلالة تحت الأقدام موضوع. حنيفا مائلا عن الباطل صفة من صفات السعداء، من صفات أهل الإسلام، البعد عن الباطل والاتجاه إلى الحق عمدا بالقلوب والأبدان بالأقوال والأفعال، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعم الله التي لا تعد ولا تحصى على الإنسان، يشكر نعمة الله ليس له النظرة السوداوية التي ينظر بها البعض، فلا ينظر إلا إلى ما حرم منه أو إلا ما فقد أو إلا إلى ما فقده، يظن أنه معذب في الدنيا وأنه هو المبتلى، ولو نظر لوجد من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى عليه نظرة سوداوية يعيشها البعض، لا ينظر إلا إلى صفة ليست فيه أو إلى شيء لا يملكه أو إلى شيء يريده. قد يكون الله عز وجل حرمك من هذا نعمة عليك، قد يكون فيما تريده أحيانا ضرر لك وشر عليك، ورحمة الله بك أن يمنعك عن هذا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بقلب سليم، قلب سليم، قلب المؤمن قلب السعيد، قلب سليم، سليم من الشك، من الشرك، من المعصية، قلب سليم مطيع، قلب متجه إلى الله، متعلق بالله عز وجل، لا يرجو إلا الله ولا يتوكل على إلا عليه، يعلم أن النفع والضر بيده عز وجل، ليس النفع والضر بيد أحد من البشر. فقلب متعلق بالله، قلب متجه إلى الله تبارك وتعالى، قلب معتصم بربه تبارك وتعالى، أواه حليم كثير الذكر لله عز وجل، ومع ذلك مع كثرة طاعته، مع كثرة عبادته، لا يرى نفسه ولا يرى عمله، وإنما يكثر من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل. فمن سعادة المرء ألا يريه عمله، ألا يظن أنه يفعل وأنه يفعل، إنما يظل في نفسه ضعيفا، وإنما يظل منكسرا بين يدي الله تبارك وتعالى. أواه منيب، هذه صفات السعداء، بعض صفات السعداء من إبراهيم ونبينا عليه الصلاة والسلام، ووعد الله تبارك وتعالى الحياة الطيبة لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات، الذين اتصفوا بهذه الصفات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا كلها أفراح، وأن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن يغفر للمسلمين أجمعين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.